السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا مكان من الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح، غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا هدفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس هشوف الوصل الاول. ما تهزاش واسع الباشا، فيش هززان ولا نيل، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله انا اعمل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجه زهرة كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. أهو. الله يعمر بيتك. اهو شيك اهو العلوان اهو. اديني الشيك بقى. يا سلام عليك يا ست الناني، ولا الست تمر حنة في زمانها. ايه مش عاجبكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح، ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جايلي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تلاقيش يا ناني، ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله، وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايل واجيب. تعالي بس استني شويه، خدي ايه دي؟ دي لمؤاخذه ورقه طلاقي، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله، ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا موصله ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلت ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتتطلق كل يوم؟ عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر، مستني على نار والله. حبيبي حبيبي يا عسل. انا مجمعاكم النهارده عشان نتيجه امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. انا بالنسبه لي النتيجه 10 على 10، الاوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزه كمان 10 ايام. ممتاز. اما انا فالنتيجه بالنسبه لي 0 من 10 في كل الدروس اللي انا بديها لها، فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. ازاي دي لعبتك يا هايدي؟ معرفتش تتعلم منك ولا حاجه خالص. خص عليك يا كوريا، مخبيه عليا يا بنتي. ان ما وريتك ما بجاش انا، انا اللي مستني النتيجه دي بفروخ صدر. تسقطي يا ام 0 من 10. اهم يا بنت يا كوري، تسمعيش الكلام ده كله. علام ايه وهباب ايه؟ قال هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوري يا بنتي، وبعدين احنا كلنا حاطين امل عليك. هو في ابو الحاج انت وهي؟ ما انا مرسياكم من اول، انا ماليش في دلع البنات الماسخ ده، انا تلاقيني في الجدعانه، تلاقيني وقت الضيقه، تلاقيني في الزنقه، لكن تقول لي حط احمر واخضر وامشي تقصعي زي البنات، اقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، انا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكا. في ايه يا كبداك؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت واد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتك؟ ما تفوق كده يا سوكا، شوف شغلك ده. لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكا، دول 20,000.
تدي 10 لامك و10 لكوريا وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكلوا عليكم سلوم، وقول لهم ان كبداكي جدع عسوك. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك بقى. سلامك كبداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامه يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. سلام يا شد حيلكم، مش عاوزين عطله، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن الثاني. خير يا اخينا، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. هو في ايه يا عم، انت عاوز ايه؟ انت اللي في ايه؟ انا شريك في العماره. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفه صاحب العماره. معلم عرفه مين؟ العماره دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركه. روماني مين ومالوش شركه ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفه في العماره. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني عليك على باب العماره واجيب لك الحكومه، نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله، مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ كده كبداكي ماشي يعني؟ انت كبداكي يعني انت يا واد جبت لي المرستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها؟ عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسال عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه، لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد يما في البنسيون اكل شارب والحمد لله بدعواتك يما، ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى يما؟ يا ولا يا ولا قال يا ولا، وانزل شوف اكل عيش. ما ينفعش كده، الله، الشقه دي هندفع ايجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربيه والحمد لله، وبحوش لك عشان اجيب لك الشقه، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا، اما بقى عن البت الممرضه ده ايه؟ فلا يا حبيبي، ست ستها تتمنى تراب جزمتك، انت من النهارده بقى تنزل تروح الكباريه. بقول لك ايه ياما؟ ولا انا رايح ولا جاي. ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك لاتنين شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم ده انت معمول لك عمل كلب تافه فيه. كلب ايه ياما وقطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الواد كبداكي جاب لك ال 10,000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حر ونار في جتته الواد سلومه الحرامي ده، هو برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايز حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا. حق روحك كده، وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ ها خليك ناصح يا ولا. ايه يا يما؟ ربنا يكرمك يا رب. ربنا يحرمني منك. عايز حاجه يا يما؟ لا يا حبيبي. السلام عليكم. عايزاك طيب، مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نرتاح من القرف اللي احنا عايشين فيه ده. انت عارفين دنيا واخره، مش عايزه اروح معاكي حتى انتي.